السلام عليكم، حلقة جديدة من الراصد، العديد من الموضوعات المهمة. دائما ما نقول انه الاهم تواصلكم عبر حسابنا الرسمي في تويتر الراصد او عبر رقم الواتساب الظاهر الان امامكم على الشاشة. بداية الحلقة للعناوين. تجاوبا مع الراصد، النقل تتفاعل مع طريق الغاط الزلفي. وقفزات بتداول العملة المعدنية خارج مؤسسة النقد العربي السعودي. أيضا تشاهدون في حلقة الليلة من الراصد، السياحة تشدد على أهمية خصوصية معلومات النزيل في الفنادق والشقق المفروشة. وصحة جازان تفتتح مشروع وحدة طوارئ النساء والولادة بمستشفى أبو عريش العام. توطين 4 مهن جديدة والعمل تنفذ حملات ميدانية للمراقبة. في حلقة الأمس تناولنا قضية طريق الغاط والزلفي واللي تسبب بالكثير من الوفيات نتيجة إهمال تحسين الطريق، ما تسبب بخوف وإزعاج للأهالي ومن يسلك هذا الطريق. وزارة النقل متمثلة بالمتحدث الرسمي تركي الطعيمي تفاعلت مع القضية وأبدوا رغبتهم بالظهور عبر الراصد للتعليق حول هذا الموضوع. هاتفيا ينضم إلينا المشرف على التسويق والاتصال المؤسسي بوزارة النقل الأستاذ تركي الطعيمي. أستاذ تركي، حياك الله معنا في الراصد، نشكرك على التجاوب حول هذه القضية، مع أنه التجاوب جاء متأخر، كنا نتمنى تكون معنا يوم أمس للحديث عن هذا الطريق، لكن الأهم الوصول لأهم المعلومات حول خطورة هذا الطريق. بداية يعني كثير من المصادر تتحدث أنه هذا المشروع طريق الغاط الزلفي متوقف منذ عام بسبب المقاول، مزيد من التفاصيل تفضل. الله يحييك هلا أخوي عبد الله، وبالعكس أنا أشكركم أيضا على التفاعل وعلى إتاحة الفرصة لنا، وأيضا أننا نسمع ونشوف حتى يعني المشاريع وأداءها. أنا بس إذا تسمح لي في البداية يعني نتقدم بخالص العزاء لدول المتوفين الحادثين اللي صارت خلال اليومين أو 3 أيام اللي راحت على الطريق الزلفي الغاط، ونسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يجبر مصاب أهاليهم. الطريق بس عشان نعطي معلومات عامة عن الطريق، طبعا طوله 26 كيلو، انتهى تقريبا جزء إلى 3 مراحل، 8 كيلو و8 كيلو المرحلة الثانية و10 كيلو المرحلة الثالثة. الازدواج للمرحلة الأولى انتهت، الازدواج أيضا للمرحلة الثانية تقريبا نسبة إنجاز أكثر من 70%، وإن شاء الله قريبا بإذن الله راح تستكمل. الجزء الأخير اللي هو تقريبا حوالي 10 كيلو الآن يعني الحمد لله يعني وصلنا إلى مرحلة إجراءات اعتماد العقود مع المقاول. اللي بس أبي أحب يعني أوضح أنه الطريق يعني سمعنا معاناة الأهالي ونعي أنه فعلا كان في تأخير في تنفيذ المشروع خلال الفترة الماضية لعدة أسباب، سواء كانت يمكن ذكرت لها علاقة في تعثر المقاول أو حتى أيضا العقبات اللي تواجه المشروع من ناحية استملاكات ونزع ملكيات وإلى آخره. يعني أنا بس أبي أبين وأوضح أنه يعني المشروع ماشي مجرى، ما زال يعني الجزء المتبقي بإذن الله أنه متوقع يعني بإذن الله يعني أقل من 60 يوم ويبدأ، أو خلال 60 يوم القادمة بإذن الله يبدأ المقاول بتنفيذ المرحلة الثالثة، وبإذن الله يعني مجرد أنه ينتهي راح تتحل إن شاء الله كل خلينا نقول العقبات أو المعاناة اللي يعانيها أهالي المحافظة، وننتهي من مسألة يعني خلينا نقول النزيف اللي احنا قاعدين نسمعه. ولا شك يعني أنه هذا المشروع للطريق
مثله مثل يعني أهمية مشاريع كثيرة موجودة يعني. بنجي للمشاريع الكثيرة أستاذ تركي، بس خلينا نرجع للمعوقات اللي تسببت طبعا كما ذكرت حديث الأهالي أيضا والاحتقان الكبير نتيجة الوفيات اللي تكون في هذا الطريق. أولا أنت ذكرت أنه هناك تعثر بالنسبة للأنظمة أيضا المتخذة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يعني ليش ما تم التعامل مع المقاول بتطبيق النظام عليه من البداية حتى والله يرسل المشروع إلى شركة أخرى، فبالتالي نتحدث عن سرعة الإنجاز ولا يتعطل المشروع حتى هذه المدة؟ تفضل. يعني خلنا نقول المراحل الأولى من المشروع تمت ببعض التعثر اللي صار من بعض المقاولين، ليس كل المقاولين اللي كانوا يشتغلون على المرحلتين. المرحلة الأخيرة هذه كانت في عقبات لها علاقة باستملاكات، وأنا أقول الاستملاكات يمكن الأخت سلوى العضلان جزاه الله خير أمس يعني تفاعلت وحنا نتفاعل معها أيضا بأن يكون في تعاون من الجميع صراحة فيما يتعلق بموضوع نزع الملكيات، لأنه نزع الملكيات أيضا هي أحد العقبات اللي تواجه أحيانا المقاولين أنه ما يقدر يستكمل تنفيذ أعماله. فيما يتعلق بموضوع هذه مو بالمفروض تكون مدروسة قبل البدء في تنفيذ المشروع، يكون هناك نزع ملكيات أو تحديد ما يمكن أن يعيق المشروع، مش والله يبدأ العمل على أرض الواقع وبعدين تطلع هالمعوقات، لأن الناس تقول لك الآن أنا خايف من المرحلة الثالثة الاستكمال أيضا إنه ما تطلع مثل هالمعوقات. خليني أقول لك وش المعوقات اللي تطلع. هي مسألة تعويض، التعويض في نزع الملكيات تشترك فيها عدة جهات ممثلة من عدة قطاعات من عدة وزارات تقف على مسألة التعويض أو تثمين المواقع أو خلينا نقول الأراضي اللي راح يمر من هذا الطريق. هنا تيجي عملية التأخير في إنه ما حد يرضى بالتثمين، لا ليش أنا تثمنت بأقل أو أكثر أو في أحد أكثر وأنا أقل إلى آخره. الآن صار في لجنة وطلع قرار سامي قبل فترة انه بس تركي وضح لنا النقطة هذه، المشروع يبدأ قبل استكمال مثل هذه الإجراءات عادة؟ الإجراءات المتعلقة بالتثمين تبدأ من فترة دراسة التصميم للمشروع، فتبدأ عملية التثمين الأراضي وقت اعتماد الميزانية قبل لا ترفع لاعتماد الميزانية من وزارة المالية، فيكون محطوط لها عقد تقدير. لكن إذا كان صاحب الملك أو صاحب الأرض ما يرضى بالتثمين اللي موجود، هنا تجي عملية المفاوضة وتجي عملية إعادة التثمين وتجي عملية الإقناع، وهذا اللي يعطل المشروع من التنفيذ. أنا إذا بس تسمح لي يعني دام إنها فرصة الواحد يتكلم عنها، إنه أيضا الطريق الحالي مستوى السلامة فيه يعني يعتبر من المستويات اللي ستاندرد اللي موجوده، ما فيه خلينا نقول خطوره عاليه جدا في الطريق. وهنا يمكن جيد اننا حتى يعني نسوي دعوه لاخواننا لمرتادي الطريق انه الالتزام بالانظمه والجهات اللي تعمل على مبادره خفض الوفيات الحوادث ايضا يعني ممثله ب عدة قطاعات، يعني احنا ودنا ان النزيف هذا يعني هدر استاذ تركي يعني ما احترم حديثك يعني عن مستوى الخطوره وتحدثت انه في المستوى الطبيعي، لكن تشوف الصور الان انت عند الشاشه، يعني انا اقول لك خليني اخذ رايي مع انه مش ملزوم رايي موجود عاده، المفترض اني ما افرض رايي في هذه القضيه، لكن امانه شكل الطريق يدعو الى الخطوره، انه خطوره مستواه مرتفع وليس في المستوى الطبيعي، يعني في صور ايضا لتشققات ارتفاع ايضا الطريق عن مستوى الردميه، خلينا نتحدث عن لا يوجد ايضا فرصه لتلافي اي خطوره على مستوى الطريق، يعني الحديث عن انه المستوى الطبيعي انا اختلف معك في هذا الجانب. انا واتفق معك فيما يتعلق بموضوع انه الطريق يحتاج الى تعديل واعاده تهيئه، هذا كله في المرحله القادمه اللي باذن الله ان شاء الله، مجرد انه يكون في ازدواج الطريق راح يكون تعدل كل منسوب الطريق. وهذه يعني مناسبه ايضا اني اذكر انه سعادة وكيل الوزارة للصيانة والتشغيل وقف بنفسه على الطريق وعلى المشروع، وكان موجود متواجد في الموقع وأيضا حفز زملاء
ووجه المقاول بإعادة يعني رفع سرعة أو وتيرة العمل أيضا على موضوع إنجاز الطريق لتعديل أيضا الأمور اللي خلينا نقول ترفع من مستوى السلامة بإذن الله. يعني بعد 60 يوم سيبدأ العمل في المراحل الأخيرة للطريق، كم سيستمر العمل؟ يعني إذا نرجع لموضوع النظام، مجرد اعتماد العقد التشغيل التنفيذ المشروع أمام المقاول 60 يوم للبدء بالعمل. نعم. متى سيتم التعميد؟ يعني نبغى أرقام بس على أساس الناس أنه تأخذها، نبغى إن شاء الله أنه يكون طبعا تكون هذه المداخلة فيها الوعد اللي إن شاء الله سينجز فيه هذا الطريق. تفضل. إن شاء الله. وأرجع وأقول هذا الطريق له أهمية مثل عدة طرق موجودة في المملكة، يعني عشان يعني حتى نبين للأخوان أنه المشروع ماشي في مساره، وبإذن الله يعني متوقع إن شاء الله أنه خلال 24 شهر يكون إجمالي الطريق إن شاء الله منفذ بإذن الله تعالى. أستاذ تركي، السؤال حول بقية الطرق أيضا، يعني نحتاج عادة إلى وجود وفيات حتى يكون هناك تحرك من الوزارة، لأنه نسمع كثير عن المعوقات أستاذ تركي. يعني خلي أتكلم لك بصراحة، إحنا هنا في الراصد كل ما تحدثنا عن طريق طلع لنا أما معوقات مالية، أما معوقات في مسألة الملكيات، أما معوقات بسبب تعثر طبعا المقاول. ليش ما تكون هذه الأمور مدروسة في السابق قبل البدء بالعمل، يعني على أساس ما نتفاجأ هالكم من المعوقات في مختلف المشاريع؟ أرجع وأقولها يعني بكل شفافية، خلال السنتين الماضية الوزارة قامت بإعادة طريقة طرح المشاريع بحيث أنها ما تطرح مشاريع ما كانت يعني مدروس فيها موضوع المعوقات. طبعا أتكلم عن المعوقات ليست فقط استكمالات، عفوا استملاكات أو نزع ملكية، أيضا خدمات أحيانا تواجهنا بعض العقبات فيما يتعلق بموضوع التنفيذ نفسه، قد تكون خدمات مياه، خدمات كهرباء، خدمات اتصالات إلى آخره. هذا الآن تم إعادته خلال سنتين الماضية، يمكن ذكرنا يمكن خلال الفترة الماضية عدد من المشاريع اللي تم إيقافها، تم سحبها من بعض المقاولين لتعثرهم لعدم وجود حلول بديلة إلى آخره. فثقة تامة، احنا على تواصل معكم وعلى تواصل يعني أيضا مع أي وسيلة إعلامية ترغب بأنها تحصل على أي معلومات أو استفسارات، واحنا ايضا بدورنا ان نكون مبادرين باننا نظهر كل المشاريع اللي تم انجازها وتم استكمالها وتم يعني خلينا نقول يعني اقدر اقول يعني دعم ايضا يعني البنيه التحتيه اللي موجوده في البلد. جيد، وهذا طبعا جهد مشكورين عليه، لكن خلينا نرجع بس للقضيه هذه تحديدا. الان انتم في انتظار التعميد، لانه هو المفترض مشروع اساسا سلم مفترض ان انتهى من الطريق لكن جاء التاخير، انتظار التعميد لان يكون لمقاول اخر بقيه المشروع. ها خلنا يعني ما ودي ادخل في تفاصيل الاجراءات. استاذ تركي نبغى هالتفاصيل، لانه اهالي المنطقه امانه في تفاعل كبير حتى في مواقع التواصل الاجتماعي ينتظرون هذه المعلومه حتى وينتظرون هذا الوعد، لانهم امانه يعني مهتمين بشكل كبير ومتابعين ايضا. تفضل. اتفق معك. فتح المظاريف هذا من مسؤوليه الجهه نفسها. نعم. بعدها يكون بعد اعتماد المقاول يكون في اعتماد من الجهه الماليه لاعتماد العقد وتعميد المقاول. النظام العقود للمقاولين هو يفرض على المقاول 60 يوم البدء بالعمل من توقيع. أيوة، احنا نبغى بس التعميد، مدة التعميد يعني نتكلم في الربع الأول من هذا العام بيكون كل شيء منتهي إن شاء الله تعالى، والمدة الزمنية أيضا المتوقعة مع فتح المظاريف وتعميد المشروع. مدة تنفيذ المشروع 24 شهر إن شاء الله. 24 شهر، يعني نتكلم على سنتين في المتبقي على إنشاء هذا المشروع. بس إنه ما تعتقد إنه مدة كبيرة؟ يعني إحنا نتحدث عن 70% من 8 كيلو انتهت، 8 كيلو 70% 10 كيلو فقط متبقي. على 28، أنا أتكلم على 28 بالكامل. طبعا أنت تتكلم على ربط الطريق بالكامل، يتكلم على سلامة، عوامل السلامة، التخطيط، عيون القطط، هذه كلها المداخل المخارج لبعض أنه بيكون الطريق بالشكل المثالي خلال عامين، ولكن خلال هذه المدد بيكون هناك طبعا الوصول لأقل ما يطالب به الأهالي اللي هو الازدواجية بكل تأكيد في الطريق. اللي يعني إن شاء الله راح يعني يعالج ويسرع في أيضا يعني إن شاء الله تنفيذ المشروع، أنه الطريق ما فيه تحويلات، ما راح يكون فيه أيضا يعني بيكون عملية افتتاح للطريق الثاني بيساهم إن شاء الله بتسريع وتعجيل
إن شاء الله افتتاح الطريق. نتمنى بإذن الله أن يكون هذا الحل. طبعا أهالي المنطقة والسالكين لهذا الطريق في تفاعل كبير يمكن في مواقع التواصل الاجتماعي. نشكر كل من زودنا بمعلومات أو صور حول هذا الطريق. نشكر ناصر الحميدي بكل تأكيد في هذا الجانب الإعلامي طبعا حول أبرز صور والمعلومات. وأيضا نشكر ضيفنا المتحدث طبعا الرسمي لوزارة النقل الأستاذ تركي الطعيمي. شكرا لك أستاذ تركي. وأيضا فيما يتعلق بالعملة المعدنية، واصلت القفزات في ارتفاع حجم التداول خارج مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، إذ بلغ حجم التداول في نوفمبر الماضي أكثر من 185 مليون ريال بعد أن كانت أكثر من 30 مليونا في الشهر نفسه من العام قبل الماضي، ما يعني ارتفاع بمعدل 493%. بوريكم قيمة الهلل اللي احنا نتهاون فيه. خلوكم معي. كم المويه هذه؟ هذه نص ريال. نص ريال. اوه تصدق نسيت المحفظه والفلوس بالبيت؟ المعذره يا ابو، دين ممنوع. مو هو دين، انا برجع اعطيك الفلوس. والله صاحب الحلال مانع علينا. زين عندي دواء ابشرب دواء بس ضروري. هذا ابغى اشرب دواء بس. المعذره منك والله يا اخوي، نص ريال تطلع عليكم باقل يا اخوي. مره صاحب الحلال ما نعنا، لو ان لي اعطيك لكن صاحب الحلال ما نعنا. الله يزكيك. يلا الله يزكيك. شكرا يا اخي. شكرا. شفت قيمه الهلل؟ اقول له بشرب دواء، ابغى مويه بشرب دواء، تدفع لازم الهلل هذه. الهلل هذه اللي حنا نتركها للمحلات، ناخذ فيها منديل او علكه، يحسسك صاحب البقاله انه ولا شيء، بس جيب. شوف الان قيمتها عنده. فهمتوا؟ خذيتوا الدرس؟ الله يهدينا. ينضم الينا من استديوهاتنا في الدمام المهتم في حقوق المستهلك الاستاذ عبد الرحمن العجيمي. استاذ عبد الرحمن، تجربه اجتماعيه جميله حول طبعا قيمه الهلل اللي عاده تكون ولا شيء بالنسبه للمستهلك لكنها مهمه جدا بالنسبه للتجار. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام، حياك الله. فعلا هذه اليوم الصباح قبل 11 ساعة بالضبط، وكلمة حق قبل ما أطلع الرجال حلف إلا أخذ غرشة موية وأخذت. يعني هون. أي لا هون. أنبى ضميره. شافني حس شافني شايب ومعني مصبغ، بس اكتشف إني شايب آخر شيء وأعطاني. لسه شباب أستاذ عبد الرحمن. موضوعي اليوم طبعا الموضوع هذا بالتويتر تعدى 800 ألف مشاهدة في 11 ساعة. مدخل لهالموضوع، شوفوا هذه هللة ناس كثير ما شافوها. هللة على هللة على هللة، ألف ريال يتجمع مليون ريال، مليار، يعني المليار بدايته هللة، وإحنا نستهين في الهللة. إلى متى الهللة هذه؟ جت بعد ما اشتغلنا بالدوام أو بعد ما اشتغلنا بالتجارة؟ هذه ما تجينا مع المطر وإحنا مستهينين فيها. لو واحد عليه قرض أو بيدفع فواتير لأي شركة أو أي قطاع، يعمل بالسيستم بالكمبيوتر، لو تدفع 1500 ريال والهللات هذه ما تدفعها، السيستم يصير معلق لا يزال كأنك ما سددت بسبب هللة. صح. إحنا في المحلات نقول يلا بلاش ولا أخذها وأرميها. ليه؟ ولا عطني علك، ولا عطني علك، ولا منديل. المنديل يطلع عليه بهللات ويحسبوه لك بنص ريال. اصلا لما تيجي يوم حسابك 10 ريال ونص، لما تدفع له 10 وتجيب له علك تقول له خذ، يقول لك لا اعطيه 5 علوك، يقول لك لا ما ابغى. النص اهم. يس. نعم. فالهلل هذا لازم نصحه يا جماعه، هذا يسوى له قيمه. اذا جيت المواقف اللي يبغى لك النص ريال تحط ولا عندك نص ريال، مستعد اشتري النص ريال بريال، بس أهم شيء ما يعطوني مخالفة بمئة ريال. جيد. الهلل هذا ايش سووا فيه شركة منده البقالة؟ جمعوا الهلل اللي الزايد يطلبون من الزبون بعد ما يكون الهلل فيه، يقول لك أتبرع بالباقي أتبرع. بنوا فندق في مكة 17 دور قيمته 60 مليون ريال من الهللات اللي إحنا تبرعنا فيها. ايه؟ هذا بالهللات. طيب يعني نقدر نتكلم انه جانب اقتصادي مهم جدا الوعي حوله. طيب احنا نتكلم اليوم عن قفزات خلال عامين ب 493%، كيف تشوف هذا الرقم بنظره تفاؤليه؟
أنا الرقم هذا أنا بالنسبة لي توقعته كذا أو أزود، لأنه في صحوة اقتصادية عند كل السعوديين والسعوديات، في صحوة اقتصادية غريبة حصلت بهالسنتين، فصرنا نقيم نقدر القرش، ما هو كل مدخول يمكن غيري بيتعارض معاي، ولكن عندنا صحوة اقتصادية بالمصروف، يعني صحوة غريبة من الصغير للكبير، وهذا شيء صحي جدا من أول بس نبعثر والمهايط مثل ما يسمونه هذا، ولله الحمد قل الناس رجعت للعقل، وهذا هو الصح، وإن شاء الله الرقم هذا يزود. جيد، باعتقادك أنه وجدت يعني على حد وصفك هذه الصحوة، أيضا تعزيزها تبيانها، باعتقادك الدور على من فيما يتعلق بهذا الجوانب، أنه الهللة فعلا تفرق، وأنه الهللة فعلا يمكن فيها تحسين النمط الاقتصادي بالنسبة للفرد بمعرفة قيمتها، وأيضا يمكن أنه تكون مورد اقتصادي يتم الحفاظ عليه بالنسبة للفرد. تفضل. نعم، إذا أنا أشتري قهوة من المحل الفلاني بعشرين ريال، بس في محل ثاني يبيع نفس القهوة بسبعة عشر ريال، هالثلاثة ريال هذه أوفرها، خلينا نتكلم بالهللة، يصلح بالهللة. نعم، تصير 300 هللة، فهللة على هللة أقدر أشتري بيت بعدين، لما أوفر هنا هنا يصير ترند، يصير طبع فيني وفي أولادي في زوجتي في اللي حواليني كلهم، فهنا يصير ترجع لنا المبالغ ونقدر نوفر. تشوف بالغرب، وما هو مفروض يعني نستشهد فيهم في الشيء البوزيتيف الإيجابي، إيجابيا عندهم لما يطلع الراتب يعدون بالضبط، هذا لمغسلة الملابس، هذا للجوال، هذا للأكل، هذا للشرب، يعدونها بالسنت. نعم. وبالهللة مصروفي كذا وأوفر كذا، إذا هذاك الشهر لخبط اجتمع مع العائلة، ليش أنت صرفت زيادة ريال كذا وكذا، فهنا الصحوة الاقتصادية هذا هو المطلوب عندنا عشان نعيش على حسب المدخول اللي عندنا يفيض، ونشتري سيارات نشتري بيوت ونقدر طيب. نوفر ونستثمر. خلنا نرجع للأسباب اللي كانوا زمان الناس، خلنا نتكلم مع التغيرات والقفزات اللي نتحدث الآن على استخدام الهلات بشكل أكبر، لكن خلنا نرجع للأسباب اللي ما خلت الناس تهتم بالقيمة المعدنية للعملة. يمكن أنه لو قعدنا نفكر أنا وأنت أستاذ عبد الرحمن أنها مرتبطة بصعوبة الحمل، أن الناس ما تعودت تحملها في السابق ما تبغى تشيلها، ارتبطت أيضا بعدم اللي تحدثت عنه الوعي حول القيمة المادية لها، أن والله الناس مستخسرتها، أن والله خلها أني أحتفظ بها بتكون علي أثقل، حملها أثقل من قيمتها وتكلفتها المادية. نتحدث أيضا يمكن الناس جانب اجتماعي تستحي تطلعها وتحاسب فيها، خلينا أنا وأنت نحاول نحصر الأسباب على أساس نبحث عن الحلول. الأسباب، المجتمع عندنا تغير الآن، يعني قبل 10 سنوات 15 سنة بعض الشغلات كثير من الشباب يقولك لا ما أشتغلها، ما أشتغل في تجارة، ما أشتغل في محل براتب 3000 ولا أني حصل 20000 من تجارة. الآن وش أنا أتكلم عن المنطقة الشرقية اللي أنا متأكد منها، الآن الأخوان والأخوات عنده وظيفة أو يدرس، من الأحسن ويكون الشخص كويس قدام زملائه إذا كان عنده فود ترك، إذا عنده عربة يبيع فيها بعد الدوام، إذا كان عنده محل يبيع ويشتري فيه، فصارت من الموضة بأنه يكون عندك عمل تجاري بعد الدوام، هذا خلاهم العمل التجاري يحسسك بقيمة النص ريال والريال، فولله الحمد المجتمع بدأ يحس بقيمة الريال والنص ريال. أول أبائنا وأمهاتنا الله يرحمهم يطول بعمر الموجود كانوا يعطونا فلوس وما ندري كيف طلعت، لكن أبناءنا الآن يشتغلون بنوع من التجارة ويعرفون ربحي بهذه نص ريال، هذه ريال، هذه، فصار له قيمة الهللة والريال. أنا ابني الآن أجبرته على دخول التجارة، الآن صار يقيم الريال، قيمة الريال، قبل ما يدخل في هذه كان زيي أول. نعم. ما له قيمة الهللة والريال. الآن المجتمع ولله الحمد كله طبعه تغير للأفضل بأنه يحس بقيمة الهللة والريال، وهذا هو اللي صح. وهل إذا تسمح لي، اليوم اكتملت توطين 12 تجارة، نوع من التجارة في السعودية. سويت اليوم جولة الصباح، ما أبغى أتكلم تفاصيلها، ولكن إذا نجحت وزارة العمل بتطبيق هالثنعش هذه 100% توطين، أؤكد لك أنه راح يتغير أسلوب وحياة شباب وأخوات كثير في المجتمع. جي. كثير منهم المليارات اللي تطلع من البلد راح
تجلس في البلد، وكثير منهم ما راح يحس بضائقة. العشرات الألوف اللي شهرياً تدخلها المحلات راح تكون الأبناء وبناتنا. نعم. يس هذا هو. فأنا أبارك لأولادنا وبناتنا باللي عملوه الوزارة، وبس أهم شيء نجاحه. طبعا هذا رايك ان شاء الله. احنا حنتطرق في فقره من ضمن حلقات اليوم عن هذا الموضوع. نعم. لكن خلينا نرجع لموضوعنا الاساسي حول زياده ارتفاع حجم تداول العمله المعدنيه داخل المملكه العربيه السعوديه بنسبه 493%. وينضم الي هاتفيا من الرياض الامين العام للجنه الاعلام والتوعيه المصرفيه في المصارف السعوديه الاستاذ طلعت حافظ. استاذ طلعت مساء الخير، حياك الله في الراصد. بلغه الارقام واللغه المصرفيه يعني على الدلاله حول هذا الرقم وهذا الارتفاع. اولا اخوي عبد الله يعني ارجو معذره اذا زعت الصوت انا بعافي شويه. طبعا دون ادنى شك انه يعني ما تشوف شر استاذ طلعت. الله يحفظك يا حبيبي. كما قال ضيفك الكريم هي ترى ثقافة مجتمع. يعني اليوم نحن لو رحنا للمجتمعات الغربية في الدول المتقدمة مثلا في أمريكا في بريطانيا يمكن ترى العملة المعدنية تساوي نصف العملة المتداولة في السوق، فهي ثقافة. نحن لم نتعود زي ما حضرتك تفضلت ضيفك الكريم على هذه الثقافة من فترة، يعني خشية كما قلت أن التعامل بالهلل قد يعني يكون شيء بسيط وكذا، وبالتالي لا يعكس شخصية المتعامل في واقع الأمر. أيضا لا ننسى كمان نكون واقعيين بأن في الماضي يعني في الإصدارات السابقة كانت هذا الحقيقة غير مشجعة، أولا من ثقل حجمها الجزئية. نعم. من منظرها من صعوبة حملها. اليوم في الإصدار السادس طبعا العملة أصبحت جميلة، أصبحت خفيفة الحمل حقيقة وأصبحت مغرية لحملها. كمان لا ننسى اليوم نحن نتوقع في وجود إن شاء الله المترو كما هو يعني متوقع بإذن الله أن يشتغل الخط الأول في الربع الأول والربع الثاني من العام الجاري. أيضا مواقف السيارات اللي هي بالعدادات هذه كلها يعني ستكون تخلق ثقافة في المجتمع. نعم. في واقع الأمر لاستخدام العملة المعدنية. ولا ننسى البعض الاقتصادي ترى مهم جدا، البعض الاقتصادي أن العملة المعدنية عمرها يتجاوز 18 عام، وبالتالي لو قارنتها بالعملة الورقية يعني في أحسن حالات 18 شهر، وبالتالي هناك تكلفة اقتصادية حقيقة كبيرة على الدولة في إصدار العملة الرقمية وخلاف ما هو الواقع في إصدار العملة المعدنية. إضافة إلى ذلك أيضا هناك أمراض حقيقة تنتقل من العملة الورقية بسبب المسامات التي موجودة بها، وبالتالي العملة المعدنية صحيا أثبتت حقيقة جدارتها وتفوق على العملة الورقية. إذن عملية ثقافة المجتمع. نعم. تدريجيا إن شاء الله بإذن الله ستكون مستخدمة بشكل كبير. وأيضا كما ذكرت توفير البيئات للزمية الاستخدام في المستقبل ربما نشهد المزيد من القفزات حول الاستخدامات. خليني أسألك في الجوانب الجهات المالية توفير العملة المعدنية أيضا الأنظمة المتعلقة بالوزارات كيف شفت الحراك في هذا الجانب الفترة الماضية بالتالي توفيرها بشكل يعني أفضل في السوق؟ يعني طبعا مؤسسة النقد حقيقة مشكورة تعرض يعني عرض وافي على استخدامات العملة وتوفرها. كان في البدايات يمكن عندما جاء الإصدار السادس لم تكن حقيقة يعني لم نكن نتوقع حقيقة الإقبال الكبير، وكأن الثقافة بدأت تنمو لدى المجتمع. اليوم لا عذر حقيقة لأي من المصارف، متوافر العملة بشكل كبير. هو طبعا يعتمد على التاجر هو طلب هذه العملة وتغذية يعني صندوق النقد عنده، ولكنها متوافرة بجميع فئاتها. وتنظر اليوم جيد. الله يحفظك للبيانات الموجودة في المؤسسة تجد أن التعاملات كبيرة والعملة متوافرة بالبلايين وليست بالملايين أو بالمئات الألوف، وبالتالي لا أعتقد أنها مشكلة. يبدو نحتاج نعم إلى التوعية كما قامت وزارة التجارة في وقت سابق أنه لا تخلي الباقي أو كذا، وأيضا مؤسسة النقد العربي السعودي في يعني توعيتها الأخيرة حتى للنشأ قيمة العملة وتوضيح قيمة العملة. إذن هي ثقافة مجتمع قريبا عاجل أم عاجل بإذن الله سنتعود عليها. وبالذات كما قلت لا ننسى حقيقة لعلي لا أطيل أنه حاجات خد علك وخد كينكس وكذا هذا ترى يخلق قوة شرائية غير مبررة في واقع الأمر، ويخلق تضخم إن كان بسيط نعم، ولكن يخلق قوة شرائية غير مبررة لكلينكس أو العلم، ولا يعتبر في واقع الأمر يعني أمر أو مظهر حضاري بصراحة. جيد، يعني ما ودنا نطول عليك، جعلك ما تشوف الشر. طبعا الأستاذ طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية، شكرا جزيلا على هذه المداخلة وعلى هذه المعلومات.
شكرا. اعود اليك استاذ عبد الرحمن، يعني عدد من الاضاءات اتحدث عنها طبعا الاستاذ طلعت حافظ، خلينا نروح لدور المستهلك الان، الجهات طبعا في المملكه العربيه السعوديه سواء الجهات التشريعيه او الجهات الماليه، نتحدث عن وفره وجود لهذه العمله، ايضا دعم فيما يتعلق بالثقافه حولها. المستهلك الان عدد من البيئات صارت تعتمد على العمله ايضا المعدنيه وستكون ايضا مستقبلا، نتحدث عن دور التجار في إيجاد هذه العملة، أيضا نتحدث عن دور المستهلك في أنه يبحث عن حقه في هذه العملة. تفضل، نبغى أبرز المظاهر وأبرز الأدوار على المستهلك. لما إحنا كسعوديين نروح مثلا للإمارات كمثال أو أي دولة أوروبية، جيوبنا تكون مليانة عملة معدنية، لما نجي هنا في بلدنا نقول وش قاعد أشيل هالحديد وهالثقيل وش سالفة هناك أوكي وهنا لا. الشيء الآخر، دول العالم كلها تستعتمد على العملة المعدنية، حتى السيارات تحصل فيها مواقع للكوينز. وهذا بيكون موجود مستقبلا أستاذ عبد الرحمن، يعني فيما يتعلق بالمترو، عدد من المشاريع أيضا اللي بتعتمد على العملة المعدنية بشكل أساسي. صحيح، وطبعا زي ما قال الأستاذ طلعت أنه صحيا أحسن، يعني أقل ضرراً، أقل جراثيم، ميكروبات، أقل وأقل. شوف، إحنا أنا اللي دائماً أكرره للمتابعين بالمئات يومياً، في عندنا تحول فكري اقتصادي سريع جداً 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 من أطفالنا الصغار إلين الكبار، وحتى الكبار الشيبان اللي زيي، تغير سريع جداً. فالعملة راح تكون في جيوبنا وكل واحد يمشي معاه عملة معدنية. خليني أسألك عن سنتين تجربتك الشخصية، تجمع العملة المعدنية؟ نعم، أجمعها باب السيارة لأنه المواقف. الفرق الاقتصادي بالنسبة لك، وخلينا نتحدث عن المدة اللي جمعت فيها. أنا أقول لك الفرق الاقتصادي، أول أخليها بس عند الأكياس، والله العظيم أنه حصل في بقالات يجي يزود ربع ريال، ثلث ريال، شيء أحطه على عند الأكياس البلاستيك، يجي الموظف اللي يشيل الأكياس قليل بالنسبة، يأخذه ويعطيني إياه ويرميه علي، يعني يرميه مستهين فيه، فأنا أخذه ما أدري شو أسوي فيه وأتورط فيه. الآن جتنا الصحوة الاقتصادية، فصرت أجمعهم بالسيارة، إذا صاروا واجد أخمهم كذا، وإذا كنت أعرف أني بشتري موية أو شيء بسيط أشيلهم كلهم هذه وأدخل المحل وأحاسب في الهلل، أحاسب بالهلل ما يضيعون، ولا أول اللي يرميهم علي العامل. فصار الآن فيه وعي عندي، وأنا أقول لك والله الوعي بالهلل وبأشياء كثيرة حاصل وبقوة، وأصبر شوي بس وتجد أنت وأنا نمشي وجيوبنا فيها هلل بدل العملة الورقية. وأهمية التفاعل، يعني في حال دخلت منشأة وما لقيت عندهم هلل، في حال والله أعطيته هللات، لو نتكلم عن 500 ريال هلل يحق لك في النظام بكل تأكيد، فبالتالي يجب عليك أنك تبلغ الجهات المسؤولة في حال أنه والله رفض المنفذ التجاري يستقبل أو يعطيك هذه الهلل فلوس. إذا قال لا اتصل على طول بوزارة النقد قبل ما تتصل، وأقول له وزارة التجارة ولا، يقول لا 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 هاتهم بس ما عندي وقت أعد. شوف، التوطين حق 12 وظيفة، وإحنا تغيرنا كمواطنين راح يزيد وتيرة وسرعة الثقافة الاقتصادية عندنا كشعب سعودي، والله إحنا بس نحتاج دعم من الوزارات المعنية ووقفتها. نعم. 12 وظيفة هذه إذا ما وقفوا، وحنا يا مواطنين مستعدين، إحنا موظفين مع وزارة التجارة ووزارة العمل، بس قولوا لنا شلون تبون نخبركم، أعلنوا سووا إعلانات، جيبونا كمؤثرين، قولوا لنا حنا نتكلم ونشرح نطلع معكم جولات، إحنا ننجح إن شاء الله. مبادرة رائعة منك، ونشكرك أيضا لوجودك لحديثنا عن موضوعنا حول العملات المعدنية. ضيفنا من الدمام المهتم في حقوق المستهلك الأستاذ عبد الرحمن العجيمي، شكرا أستاذ عبد الرحمن. نص ورا ربع ورا نص ورا ريالين ورا ريال ورا عشر هلالات ورا خمس هلالات أو حتى هلالة، صدقني راح تجمع معك مبلغ تستفيد منه وتدفع فيه أمورك. العملة المعدنية أعرف قيمتها.
شددت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على أهمية خصوصية معلومات النزيل، مؤكدة أنه أمر ملزم على إدارات الفنادق والشقق المفروشة. وأوضحت الهيئة عبر حسابها في تويتر أنه يمنع على الفنادق والشقق المفروشة تصوير الوثائق الثبوتية، بطاقة الهوية وأيضا جواز السفر، ويكتفى بإبرازها فقط للتحقق منها وبتسجيل المعلومات. وأضافت الهيئة كذلك لا يسمح للفنادق بالإفصاح عن هويتك أو أرقام وحدتك أو الاحتفاظ بصور لهويتك الرسمية، مجددة التأكيد على أن التصوير ورهن الهوية الوطنية ممنوع من قبل وزارة الداخلية، داعية في حالة المخالفة إلى تقديم بلاغ عبر مركز الاتصال السياحي. هاتفيا من جدة ينضم إلينا المحامي والمستشار القانوني الأستاذ ريان مفتي. أستاذ ريان مساء الخير، حياك الله في الراصد. حياك الله على أستاذ عبد الإله وبالمشاهدين الكرام. يا هلا وسهلا فيك. يعني معلومات مهمة في الجانب التوعوي، لأنه كثير من الممارسات موجودة اليوم، تحجز في فندق أو شقق مفروشة يطلب منك هويتك الرسمية ويتم تصويرها أمام عينك. الآن هيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تقول أن هذا الأمر ممنوع ومخالف لأنظمة وزارة الداخلية، تعليقك في هذا الجانب؟ صحيح، طبعا سبق هذا الموضوع أو نظام الإيواء اللي صدر من هيئة السياحة، صدر قبله من وزارة الداخلية تعميم لجميع الجهات أنه يمنع تماما تصوير بطاقة الأحوال أو الإقامة أو جواز السفر من أي شخص كان مستضيف لأحد الفنادق أو الشقق المفروشة اللي هي تعتبر الجهات اللي هي مرخص لها بالإيواء السياحي، والاكتفاء فقط بأخذ المعلومات المسجلة في الهوية الرسمية وجميع المعلومات اللي هي وضع عليها النظام أو حدد فيها النظام بضرورة الحصول عليها، لكن عدم تصوير هذه البطاقات أو هذه يعني الآن نتكلم أنه يحق له فقط يأخذ بطاقتي أو جواز السفر يسجل المعلومات ويعيدها إلي. طيب لو شاهدت أنه والله قام بتصويرها أو رفض طبعا إسكاني بحجة أني والله أتبع الأنظمة، إيش الخطوات اللي يجب أن أتخذها؟ تفضل. طيب قبل عبد الإله أنا أنوع النقطة الثانية، أيضا نظام السياحة والإيواء حددها في المادة 39 بعدم تقديم أي معلومات عن هوية النزيل أو رقم الوحدة اللي يسكن فيها لأي شخص للغير. يعني أي شخص الآن يسأل عنك في الفندق عن هويتك أو عن أي معلومات شخصية عنك أو رقم الغرفة بدون ما أنت تصرح لهم بهذا الشيء، يعتبر أيضا مخالف للنظام الإيواء السياحي في نظام هيئة السياحة والآثار. فبالتالي هذه النقطة أيضا لابد أن ننوع عنها، لأنه كثير من الأخطاء بتحصل من الفنادق أو الشقق المفروشة وبيتم التصريح أو حتى أحيانا بيتم بيع بعض المعلومات لهؤلاء العملاء لجهة أخرى أو جهة فندقية أخرى باعتبار أن هي معلومات ممكن الاستفادة منها بالتسويق أو رسالة إعلانات أو إلى خلافه. طرق التبليغ والتعامل مع هاتين الحالتين. مضبوط. فبيتم هنا أنه بيتم منع تام للجميع الاستخدام لمثل هذا النوع من التصرفات أو التعامل باعتبار أنه هي تعتبر أمور مخالفة للنظام السياحة. نعم. في حال طبعا أن تعرض أي شخص لهذا النوع من المخالفات عليه فورا أنه هو يبادر بالتبليغ أو التواصل مع هيئة السياحة على رقمهم اللي هو الرقم يعتبر المجاني اللي هو 199881، ومن خلال هذا الاتصال أو هذا الرقم بيتم استقبال جميع المخالفات أو جميع البلاغات اللي هي بيتعرض لها المستفيد من هذه الفنادق أو هذه المراكز السياحية، ويتم الاستجابة والمبادرة فورا بإما إرسال أحد المندوبين أو التواصل مباشرة مع الفندق، وبعد كده بيتم التحقيق ومخالفته في حال أنه ثبت هذه المخالفة. جيد، إذن هذه هي أبرز المعلومات القانونية حول طبعا الحقوق لطالب السكن أو الإيواء فيما يتعلق بالبطاقة والهوية وجواز السفر، وعدم الحصول على صور منها وإنما فقط الحصول على المعلومات أو عدم الإفصاح عن أهم المعلومات. شكرا جزيلا لك من جدة، هاتفيا ضيفنا المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي.
تنطلق اليوم الحملات الميدانية التي يقودها مدراء فروع وزارة العمل في كافة مناطق المملكة برفقة المفتشين، وذلك لمراقبة تنفيذ قرار الوزارة بتوطين 4 مهن جديدة اعتبارا من اليوم، في حين ذكرت الوزارة أن المهن التي سيتم توطينها تشمل منافذ البيع في أنشطة محل الأجهزة والمعدات الطبية، وكذلك مواد الإعمار والبناء وقطع غيار السيارات والسجاد بكافة أنواعه ومحل الحلويات. الاستوديو ينضم إلي الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الرحمن المرشد. أستاذ عبد الرحمن حياك الله ويا أهلا وسهلا. يا أهلا والله سهلا الحمد لله الله يسلمك. يعني الحديث عن توطين المهن اليوم، قاعدين نتكلم عن المراقبة متابعة طبعا تطبيق القرار بشكل أدق. اليوم حملات ميدانية لرصد توطين 4 طبعا أنواع من المهن الموطنة، نتكلم على المعدات الطبية، مواد الإعمار، البناء وقطاع أيضا غيار السيارات والسجاد ومحل الحلويات. كيف تشوف هذه التحركات فيما يتعلق بالتوطين وأيضا المتابعة والمراقبة؟ طبعا لو تحدثنا مثلا عن التوطين، أنا أعتبر أنه شيء جيد. حقيقة وزارة العمل عندها مثلا خطة معينة أنه والله كل فترة توطن مهن معينة. طبعا أنا ذكرت السيد عبد الله في أكثر من مقال لي، سواء في جريدة اليوم أو في صحيفة سوق، وتحدثت عن هذا الموضوع، قلت أنه فعلا التوطين شيء جيد وشيء رائع، لكن الأهم من هذا اللي هو التدريب. يعني أنت الآن مثلا لما توطن بعض المهن اللي أنا أقول لك ينطبق عليها المهن الحرفية، يعني مثلا لو تحدثنا مثلا عن صيانة الجوالات، هذه أنا أعتقد أنه لازم يسبقها تدريب، لابد يكون هناك تدريب لشباب أو بنات الوطن. يعني هي ليست المسألة أنه والله هي قرار وقع مثلا ووطن وانتهى الموضوع، لا، هي فكرة جيدة. إحنا ما نقول لا، مثلا مهن البيع العادية هذه أنا أقول لك صحيح. مثلا لو تحدثنا مثلا عن موضوع مثلا اللي هو باعة الذهب أو صياغة الذهب، هذا طبعا ينطبق يعني حقيقة أو يمكن أغلب من يستفيد منه السيدات، يعني بحكم أنه مثلا أكثر من يتعامل في هذا الموضوع في البيع وفي الشراء النساء. هذه مثلا أنت لما تجيب بعض هم كان في يعني أصحاب محلات مجوهرات كانوا يحتجون أنه والله هذه مهنة يبغى لها يعني شغل احترافي، يبغى لها خبرة أيضا اقتصادية. هنا إحنا الآن لابد أنه مثلا وزارة العمل تنشأ مراكز تدريب حول هذا الموضوع. هو طبعا اللي صاير الآن أستاذ عبد الله أنه الموارد البشرية أو أعتقد هدف نعم هو يعمل على هذا الموضوع، لكن يظل محدود. يعني أنا أبغى مثلا أفتح الموضوع على لكن تحديدا نوعية أيضا التدريب، خلينا نتكلم على دورات المفروض تكون متعلقة بالسوق، مثل اليوم لما نتكلم عن هالفرق الميدانية. الهدف ما يكون مقتصر فقط على التحقق من إقامة التوطين، إنما أيضا البحث عن أسرار، معوقات، إيش الأشياء الموجودة داخل السوق، وبالتالي بناء استراتيجيات عليها، منها طبعا الحقائب التدريبية اللي تحدثت عنها. نعم، شوف المتابعة شيء جيد، لكن أنا ملاحظاتي طبعا اللي أنا يعني قرأت عنها ويمكن وسمعت عنها، أنه فعلا المتابعة تبدأ مع بداية توطين أي عمل جديد، تبدأ لمدة مثلا أسبوع أسبوعين، وبعدها يبدأ الأمر في النزول. يعني بعدها تجي تلقى حقيقة ما في متابعة كبيرة. يعني أنا لا أخفيك، أنا كنت في سوق المعيقلية قبل تقريبا شهر، وكان في حقيقة يعني كان في بعض السيدات السعوديات يبيعون، يعني فشيء جيد، أنا يعني شيء حقيقة يسعدنا هذا الأمر. يعني فأنا لما أخذت بدأت
يعني أدخل معها في التفاصيل يعني عشان أكون صادق معك. أخذ لما كان في شخص يقف أحد الوافدين يقف في مكان بعيد شوية، لما تأكد أني ماني مراقب بلدية دخل وأخذ يتفاوض معي البيع والشراء. فإحنا لازم يعني أنه يعني أنا أتمنى أنه مثلا المراقبين لا يأتي على أنه بصفة مراقب. المشكلة هذا نوع من التستر في هذا القاب يعني، في هذا شيء أنا شفته حقيقة، أنا شيء أنا شفته في سوق المعقلية. يعني أنا أتمنى المراقب البلدية، يعني شوف أتمنى مراقب البلدية أن لا يأتي على أنه مراقب، يأتي بشكل مخفي مثلا، هذه نقطة. النقطة الثانية يجب أن نفعل دور المراقب المستهلك. يعني أنا مثلا جيت وشفت الشيء هذا مثلا، ممكن أتواصل مثلا أطلع برا مثلا أو بطريقة أو بأخرى مثلا عن طريق سات واتس، أقول ترى المكان الفلاني فيه كيت كيت كيت، ممكن يحضر بسرعة ويكون فيه أيضا تجاوب سريع، بحيث أنه والله إحنا نقدر يعني نقدر أنه مثلا يعني نكتشف هذا الأمر بشكل سريع. لكن والله مثلا إذا كنت بتصل عليه يقول بجيك بعد ساعتين، ممكن أنتهي ولا بنتابع الموضوع إن شاء الله. إيه نعم، هذا ما يصلح يعني حقيقة، ولا هذا اللي نتمناه إحنا. وبالعكس إحنا مع وزارة العمل ومع خطط وزارة العمل ومع جهود وزارة العمل اللي يعني بصراحة هذه الجهود وهذه الخطط تنطلق من رؤية المملكة 2030 اللي أكدت يعني على التوطين وأكدت على تقليص البطالة وأكدت حقيقة على الأمور، على الكثير من الأمور الإيجابية إن شاء الله اللي بنشاهدها إن شاء الله مع الوقت. وصوت الشباب العاملين أيضا في هذه القطاعات بالنسبة للوزارة، خلينا نتكلم بماهية عملهم والمراقبة أيضا. اليوم أكيد أن هناك تحديات، وإحنا قاعدين نتكلم على تمكين بإيجاد هذه البيئة أن تكون للسعوديين، ولكن هناك أيضا معوقات، هناك أيضا ربما تكون حروب أيضا من بكل تأكيد كان موجود في هذا السوق لسنوات صحيح. طويلة. أهمية أنهم يسمعون للشباب وأنه تحل المعوقات بشكل كبير أمام الشاب أيضا. نعم طبعا، يعني لابد أن يكون في دراسة، لابد أن يكون في متابعة لمثل هذه المواضيع. يعني مثلا لو أخذنا أستاذ عبد الله مثلا موضوع توطين قطاع الاتصالات، يعني عشان أكون صادق معك الآن، قطاع الاتصالات في السابق يعني عندما كان يعني الوافدين هم اللي متولين الأمر هذا، تأتي في الصباح، تأتي في المساء، تأتي في الوقت المحلات مفتوحة. الآن عندما وطنوا هذا الأمر، لما تجي الصباح تلقاهم مسكرين. يعني ما أدري هل هم يعملون في أعمال أخرى وفي العصر يعملون في هذا المجال؟ يعني أتمنى مشكلة صح بالنسبة للمستهلك أيضا. أي نعم، أنا مثلا أنا أقول لك مثلا أبغى أجي الصباح، أنا الصباح تجي تلقاهم قفلة، يعني خلينا نتكلم بكل صراحة، تجي تلقاهم قفلة، ما تجي اللي تلقاهم العصر. وأيضا الآن شوف أول ما وطنوا كان الأمر صعب، يعني نتكلم بكل صراحة. الآن بدأ الأمر يعني يكون بدأ الأمر يأخذ مجال أفضل. وأنا قبل قبل أسبوع أنا جيت العصر ولقيت بالكثير من أبناء الوطن والشباب حقيقة اللي متسيدين هذا الأمر ويشتغلون وعندهم حقيقة يعني شغل جيد في مجال الصيانة وفي كثير من المجالات. لكن زي ما قلت لك إنه أغلب العاملين من الشباب تلقاه يعمل في مهن أخرى، أو عفوا يعمل في وظائف أخرى. أنا أتمنى مثلا إنه الأشخاص مثلا اللي يعملون في هذا المجال إنه يتفرغ لهذا العمل، إنه مثلا تجي صباح تلقاه، تجي في المساء تلقاه. لما يكون متفرغ أنا متأكد أنه بيعطي أكثر وبينتج أكثر. وهذا هو أيضا فيما يتعلق بالتدريب، الدورة التوعوي والمعرفي بالنسبة للعاملين في هذا القطاع، أنه في خير ترى والعمل فيه والتفرغ بشكل كبير، وأيضا الخطة التنافسية بالنسبة للداخل في هذا السوق أيضا. هنا تحقيق الأهداف يكون يعني باعتقادك أنه المفترض الدور المعرفي خصوصا في الجوانب الاقتصادية يكون واصل من ضمن الخطط في التوطين؟ أي نعم طبعا، أنا أقول لك يعني لابد يكون أيضا الإعلام لابد يركز على هذا الموضوع، لابد أنه إحنا نركز أنه والله فعلا أنه هذه الأمور هذه فيها مداخيل جدا ممتازة. وأنه والله لا أنا، لكن المشكلة الآن أنه الكثير يا أستاذ عبد الله خايف يقول لك لا والله أنا ما عندي استعداد أفتح محل مثل اتصالات أو أفتح مثلا نقول بقالة أو أي مهنة يعني من المهن هذه وأترك الوظيفة. لا مستحيل، إحنا وش اللي نبغاه الآن يا أستاذ عبد الله؟ إحنا نبغى أنه والله فعلا الشاب أو مثلا الشابة يتفرغ لهذه الشغلة وينتج فيها ويعطي فيها بقوة، أنا متأكد أنه بيحصل خير. والطموح يكون أكبر من مجرد هروب من بطالة. نعم يكون موجود هنا. نعم وأنا أؤكد أستاذ عبد الله على موضوع التدريب، يعني موضوع التدريب أستاذ عبد الله أنا كتبت فيه في هذا الموضوع الكثير من الأمور، وأنا أتمنى أن يكون فيه تعاون بين وزارة العمل وأيضا بين وزارة التعليم. وزارة التعليم ممكن تركز على موضوع الثانوية العامة إذا كان ممكن يفتتح قسم ثالث. يعني أنا الآن عندي قسم مثلا علمي، قسم أدبي، ليش ما يمنع أني أفتح قسم مهني؟ المهني هذا ممكن أدرب الكثير من الشباب اللي ما عندهم رغبة لإكمال الدراسة. أنا في كثير من الشباب يقول أنا والله ما أبغى أكمل جامعة، أبغى أشتغل. طيب خلينا لما يخلص الثانوي، ما يخلص الثانوي وهو عنده حرفة، عنده شغلة يقدر يستفيد منها. كل الشكر لحضورك لحديثك حول هذا الملف، الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الرحمن المرشد، شكرا جزيلا لك. شكرا سعد الله.
افتتحت وزارة الصحة في جازان مشروع وحدة طوارئ النساء والولادة بمستشفى أبو عريش العام، ويتمتع القسم باستقلالية تامة عن بقية أقسام المستشفى، ويحتوي مكتب تسجيل منفصل وغرفة تقييم للولادة، وجهزت عيادات فحص للسيدات بأحدث جهاز تصوير موجات صوتية، وغرفة ملاحظة مجهزة بأجهزة مراقبة للوظائف الحيوية، وأجهزة تخطيط نبضات الجنين ومجهزة للأم والمولود، مع وجود مسار خاص لنقل السيدات إلى غرف الولادة أو أقسام التنويم. لتفاصيل أكبر حول هذا المشروع ينضم إلينا المتحدث الرسمي لصحة جازان الأستاذ نبيل غاوي. أستاذ نبيل، مساء الخير، حياك الله في الراصد. اهلا وسهلا استاذ عبد الله. ابرز الخدمات اللي بيقدمها طبعا وحده طوارئ النساء والولاده بمستشفى ابو عريش. طبعا من ضمن المشاريع التحسينيه التي عملت عليها الصحه في جازان خلال الفتره الماضيه مشروع تحسين اقسام النساء والولاده في اقسام الطوارئ. كانت المرحله الاولى والبدايه من مستشفى ابو عريش العام، حيث افتتح قبل 3 أو 4 أيام إنجاز المرحلة الأولى من مشروع التجربة الإيجابية للولادة في مستشفى أبو عريش العام في الطوارئ. طبعا يضيف هذا المشروع خصوصية تامة لقسم النساء والولادة، ومساحة أفضل وتجهيز عالي وجودة أعلى في خدمة النساء والولادة، كذلك متابعة نوعية للأم والجنين ونبضاته، ومسار خاص للتحويل لغرف الولادة أو التنويم. طبعا خصص هذا القسم لحالات الولادة الطارئة، كون هناك أقسام قسم مخصص في المستشفى للنساء والولادة، ولكن هذا القسم سيكون للحالات الطارئة في الطوارئ التي يعني تأتي في مرحلة الولادة. طبعا هناك مرحلة ثانية من هذا المشروع ستكون عبارة عن تحسين لبيئة غرف الولادة و التنويم، وإضافة 6 غرف ببيئة أجمل للأم والمرافق والمولود، وكذلك نظام مراقبة مركزي للوظائف الحيوية للأم، كذلك 30 غرفة تنويم ببيئة مطورة لقسم النساء والولادة. جيد. متى سيكون الانتهاء من المرحلة الثانية؟ خلال الشهرين القادمة بمشيئة الله تعالى أو الأشهر القادمة سيتم العمل على المرحلة الثانية. طبعا هناك هذا المشروع عمم على أكثر من مستشفى هنا في منطقة جازان، سيكون في المستشفى الثاني الذي سيلي مستشفى أبو عريش في هذه الخدمة، ومستشفى الملك فهد، ثم مستشفى أحد المسارحة، ثم مستشفى صامطة، ثم مستشفى صبية، ومستشفى العيدابي، ومستشفى بني مالك، ثم مستشفى بيش أخيرا. طبعا الحرص على زيادة سرة أو الخدمات النساء والولادة هو ضرورة أو مهمة أو يعني مهمة تعتبر أولى لصحة جازان في الفترة الحالية لزيادة وتحسين خدمات النساء والولادة، وحرص على تقديم الخدمة بجودة أفضل وإمكانيات ونوعية أفضل. يعني متفائلين بهذا الحديث خصوصا في المشاريع والمراحل القادمة على كافة المستشفيات، في خطة زمنية أو في زمنية لهذه الخطة؟ متى ستنتهي كافة المشاريع؟ نعم، تم إنجاز الخطة من قبل إدارة الخدمات العلاجية، وهذا المشروع يحظى بمتابعة مستمرة من قبل وزارة الصحة ومن قبل المسؤولين هنا في صحة جازان. لا، تم تحديد وقت معين؟ طبعا جدول لكل مستشفى خلال 2 شهر يتم إنجاز المشروع. نعم. الآن بدأ العمل في قسم النساء والولادة في مستشفى الملك فهد، ثم هناك مشروعين لتطوير البنية التحتية، في مشروع لتطوير البنية التحتية في مستشفى طنطا سيتم أثناء العمل على إنجاز القسم. شكرا جزيلا لك لمداخلتك معنا المتحدث الرسمي لصحة جازان الأستاذ نبيل غاوي، استعراضا لهذا المشروع الذي افتتح في مستشفى أبو عريش. وصلنا لنهاية حلقة الليلة من الراصد، الموعد يتجدد غدا، الله يحفظكم، فمان الله.